رفع الستار بالدار البيضاء عن المهرجان الأول للطريقة العيساوية بتنظيم أمسية موسيقية حملت توقيع الفنانين عبد الله اليعقوبي، بدر الرامي وفرانسوا ليندمان. وخلال حفل الافتتاح أزحف هؤلاء الفنانين الذين يمثلون اتجاهات موسيقية مختلفة الحضور ببقى موسيقية غنية تقطعت فيها النغمات الموسيقية والكلمات الهادفة. الأهمية ديالها هي خصوصا الرجوع إلى الأصل ورجوع إلى ربانية ورجوع إلى الصوفية ورجوع بالنسبة خصوصا للشباب ديالنا باش يعرفوا بأنهم عندهم تاريخ مجيد وبأنهم متعلقين بواحد الدين رصيد، دين السلم، دين الأخوة ودين لو فيفر انسامبل ودين السلم والمحبة. فنحن جئنا اليوم وعاملين ميكساج وفوزيون بيننا وبين الطريقة العيساوية لنقدم عمل جميل، وسنقدم التراث والتصوف بالطريقة الحلبية الشامية السورية في رحاب العيساوة. كما يشمل تنظيم سهرة صوفية تنشطها مجموعة من فرق عيساوة من مختلف جهات المغرب والمغرب العربي، إلى جانب مشاركة فنانين عالميين مشهود لهم بالبعد الروحي في علاقتهم بقيم الطريقة. ويتضمن برنامج المهرجان عقد ملتقى خاص بالطريقة العيساوية ومساهمتها في التربية ونشر قيم الحب والأخوة بمشاركة مجموعة من الخبراء والباحثين من المغرب العربي.